بلده صعصعه قضاء صفد. هذه البلده التي نحن اليها في هذه الذكرى بعد 74 عام من اللجوء من العذاب من الالم الذي نواجهه، يواجهه اطفالنا، يواجهه ابناؤنا واحفادنا. نحن في هذه المناسبه متمسكين بارضنا التي عشنا عليها، هذه الارض التي عاش عليها الانبياء، لقدسيتها نحن متمسكين بالاقصى اولا، هذا الاقصى الذي بارك الله حوله. في هذه المناسبه وصيتنا ورسالتنا لأولادنا وأحفادنا أن يبقوا متمسكين بمفتاح العودة، وكما قال الشهيد الرمز ياسر عرفات: سيأتي اليوم الذي سيرفع به شبل من أشبال فلسطين أو زهرة من زهرات فلسطين علم بلادي فوق مآذن القدس وأسوار القدس وكنائس القدس. وأنا من الناس اللي يعني بعتبر فلسطين والقضية الفلسطينية هي قضية كل شبل وطفل من فلسطين. فأنا ابتديت حياتي سنة الثورية سنة 1965 أول انطلاقة الثورة الفلسطينية. فكنا زمان نقول 5 و6 و9 و1000 انطلقت أول رصاصة. حييك يا شعبي حييك. طبعا فلسطين بتعني لي كل شيء. احنا انتكبنا وبعدنا ما زلنا منكوبين، يعني ما انه تحررنا، لا عم نحاول بدنا نتحرر، بس سبحان الله ما عم تضبط معنا، بس باذن الله باذن الله النصر قريب ان شاء الله. انا من البصره مواليد أضعكة. نحن أبوي كان يحكي لنا عن فلسطين والله يرحمه، كان حابب إنه يرجع لفلسطين وكل شيء معه، وحق العودة بتهمنا كثير، عرفت كيف؟ ونوصي أولادنا زي ما وصانا الوالد الله يرحمه إنه ما تنسوها وضلكوا تحكوا بقصة فلسطين للأولاد والأولاد أولادنا، عرفت كيف؟ وإن شاء الله بإذن الله نرجع لبلادنا ونحرر فلسطين.